حين كنا نستمع إلى القول القائل فلان يحمل نصيبا من اسمه كنا نسأل يا ترى من صاحب هذا القول، لكن حينما تلتقي خالد أمين تعلم أن كلمة أمين تحمل أكثر من 90% من سماته الحقيقية، ليس مجاملة وليس نفاقا، وإنما النتائج التي حققها خالد أمين من خلال شركته عالم الزراعة للصحافة والخدمات الإعلامية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية تجد فعلا تجسيدا وترجمة حقيقية لاسمه، هو خالد أمين، الذي يسعدني ويشرفني أن أبدأ هذه الحلقة معه لقراءة فاحصة متعمقة في الدورة 13 من معرضه الوادي بالأقصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك محمود بيه. أنا عارف أنك خجول وبتستكتر الكلام على نفسك. لا أنا مش عارف أني أصلا بعد كل الكلام ده أنا هقول إيه بقى. هتقول كلام كتير. حضرتك خلصت على الكلام كله، لكن أنا برحب بيك جدا وأنا سعيد جدا بوجودك معنا، والحقيقة أنت يعني حد من الإعلاميين اللي عندهم أخلاق محترمين وبيقدموا إعلام هادف، وإحنا لنا الشرف أن حضرتك يعني هي متأخرة أوي بعد 13 سنة تكون موجود معنا كده، لكن إن شاء الله بأمر الله نأمل أن حضرتك تكون داعم كل السنوات اللي جاية بأمر الله. الله يكرم أصلك. النهاردة أنا بقول لك الكلام ده ليه، التقيت لجنة من المعمل المركزي للمبيدات وهي لجنة الرقابة على المبيدات، ولقيت الراجل بيقول لي احنا ما عدناش هنيجي هنا. قلت له ليه؟ قال لي مش لاقي شغل. قال لي بلف من الساعة 10 الصبح من ساعة قص شريط المعرض الى الان ما نش لاقي ولا مخالفة، لا لاقي لتر مبيد مش مسجل ولا لاقي لتر مبيد مزيف التسجيلة بتاعته من صحة عامة وجايبه زراعة او من زراعة وجايبه صحة عامة. فأي القرار اللي خدته في عالم الزراعة او في معرضك انك انت تمنع هذه المخالفات، وازاي اصريت حتى ان كان ده هيضيق الرزق شوية حسب ما يدعون؟ لا انا حاول سعادتك على حاجة، هو مفيش رزق بيروح من حد، الرزق مضمون لان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الناس وضمن لهم ارزاقهم، انما احنا اللي بنضيع على نفسنا الرزق. بمعنى ان انا لو كنت فاضل فتح الباب لأي سلع أعتقد أن ربنا ما كانش حيكلل ده بالنجاح، أو حنكون بالصورة اللي احنا فيها دلوقتي. الكلام ده أولا يعني هو نتيجة 3 سنوات عملنا اتفاقية، هي كانت اتفاقية كده ودية بيننا وبين دكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، قلت له الحقيقة أن كل واحد يجب أن يساهم باللي يقدر عليه في أن احنا نضيق الدنيا شوية على مبيدات الصف الموازية مش الصف الثاني حتى، اللي هي المضروب المهرب المغشوش المقلد اللي هم يعني بيخش النهاردة محمود بيه من خلال المواني مثلا 100 طن وتلاقي فيه 1000 طن في السوق، دي حاجة سيئة جدا. في مبيدات المبيدات كلها إذا ما كانتش بتخضع للرقابة عليها وهي بتخضع للضوابط، طبعا ان لما مبيد بيتسجل بيقعد 2 سنين كانوا 3 سنوات خلوهم 2 سنين بيتجربوا في المراكز البحثية بيتعامل عليهم كل حاجة، في النهاية هي بتطلع بها توصيات، ولما بيدخل هذا المبيد مش المهم في التسجيل، المهم في المبيد لما بيخش مصر، اما بيدخل مصر مسجل بيخضع للتجريب للتحليل والتحليل في المعمل المركزي للمبيدات، طلع مطابق بيدخل مصر ما طلعش مطابق بيعاد تصديره، يعني اذا خالف هذه الضوابط بيتعاد تصدير، يبقوا بيخففوا فاتورة الصحة شوية. احنا السنوات اللي فاتت كلها كانت كلها امراض كبد وكلى وبلاوي سودة، يعني فاتورة الصحة كبيرة لو قللنا الحجم بتاعها، وده دور كل الناس، يعني انا مش لوحدي، حضرتك مسؤول عن الكلام ده، ان حضرتك في برنامجك تقول الكلام ده، يعني المفروض الناس تحترم نفسها، الناس كلها لما تيجي تشتري المفروض ما تشتريش غير من مصادر موثوق فيها. فاحنا على الوجه الاخص اشتغلنا بالمنطق ده ابتغاء مرضات ربنا في اهالينا وفينا، لان هيعود عليا او على غيري يعني، فاحنا كلنا بنعيش في هذا المركب، فممكن كله يعني لو ما كناش حريصين وعندنا قائد بيقود بشكل كويس كان زماننا غرقانين. يعني احنا من 3 سنين قلنا هنمنع عندنا، وكانت في 2020، والحقيقة جيت قبل المعرض ب 15 يوم
وقلت ليه لا، يعني ما يبقاش الجهاز الرقابي موجود معايا هنا ويفتش على اعمال المعرض. قلت الدكتور محمد عم مجيد الحقيقه رحب وكلم مدير المعمل المركزي، طلع لنا رئيس الرقابه وجبنا الرقابه على الاسمده وسبناهم في المعرض. احنا لما بعت للناس قلت لهم ممنوع عرض اي منتجات غير مسجله، لان الرقابه موجوده عندنا بصفه اساسيه وشرعيه، هيعملوا محاضر المخالفين. 16 شركه اعتذروا قبل المعرض ب 15 يوم لاسباب كتيره بقى. قعدت انا حتى كمان، انا طبعا فاهم، حتى الناس قالوا احنا واحد امه ماتت وواحد اختلف مع شريكه وواحد، وفي الاخر طب احنا هناخد فلوسنا، احنا كنا بنقول لهم فلوسكم اول ما تيجوا المعرض هنديها لكم. هذا دليل كبير على ان خالد امين يحمل نصيبا كبيرا من لقبه او من اسمه خالد امين، هي دي الامانه. عاوز اقول لحضرتك مشهود لك في الوسط الزراعي بانك رجل علمي ورجل تستبق الخيرات وتستبق التنبؤات، ولديك من العلم ما يكفي لان ترشد الشركات اللي بتتعامل معاك على الخير. احنا في ظاهرة تقلبات مناخية تبع للتغيرات المناخية، والحلقة دي من برنامج الارض من معرضك الوادي في الاقصر كان عنوانها سباق النوهاو بين الشركات، قفزة في الهواء. انا شفت انها قفزة في الهواء، ويدعوا ان احنا عندنا نوهاو واسرار، كله سقط النهاردة في اختبار التغيرات المناخية لما حصلت نتائج كارثية على مستوى جميع الحاصلات البستانية. امبارح انا حضرت المؤتمر اللي انتوا عملتوه، وتحدث متحدثون محترمين جدا. ما هي نصايحك لشركات تصنيع الأسمدة في أنها تتجه نحو إضافات معينة ترفع مناعة النبات، وشركات المبيدات أنها تضيف إضافات تزيد من فاعلية استخدام المبيد؟ والله حضرتك أثرت نقطة غاية في الأهمية. أنا عايز أقول لسعادتك أن إحنا النهاردة يعني التوصيات يجب إعادة النظر فيها بالنسبة للمبيدات، لأن خلي بقى نروح للتطبيق على أرض الواقع. لو طبقت على أرض الواقع هتلاقي أن معظم التوصيات ما بتجيبش نتائج للمبيد 100%، بما أن حتى المبيد ده متجرب وبيجيب مثلا نتائجه في الآخر بتساوي 97% على القضاء على الآفة ولا الحشرة أو القضاء على مرض ما. يعني بالنسبة للمبيدات دي لها أسباب كتير، أنت عارف حضرتك، وحضرتك طبعا شيخ الإعلاميين الزراعيين باعتبارنا حضرتك زراعي في الأصل أصلا. الله يكرمك، بنجامل بعض عدلنا يعني. لا 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 ده حقيقة يعني. وحضرتك عارف إن هو تكرار استخدام المبيد لفترة طويلة بيدي مناعة للحشرة، مظبوط؟ نعم. طيب مش التكرار بس اللي هو بيحتاج إنك تغير المادة الفعالة عشان تعمل حاجة، لكن إحنا محتاجين الفترة الجاية جديا إعادة النظر في توصيات المبيدات كلها، بمعنى أن في إعادة التقييم، وده لجنة المبيدات حياة بتعمله، بس نبص للحتة بتاعت التوصيات. هل إحنا طبعا أنت عارف حضرتك أن منظمة الأغذية والزراعة فاو عندها تقرير لسه صادر بيقول أن التغيرات المناخية سببت فقد المحاصيل بتساوي 40%. عندي ده على فكرة في خبر جاي من الفاو من أسبوع، فقعدت اعرف الخبر. انا حجنن 40% كتير جدا، وانها قد تسبب زياده اكتر في بعض البلدان بسبب عدم الاحتياطات اللي هم بياخدوها. يعني النتيجه ليه يعني؟ فاتكلموا عن الحشرات اللي هي الاجواء لما بتتغير انت محتاج سياسه صنفيه، دوره زراعيه، ترجع للحاجات دي كلها عشان تبدا تعدل دراساتك للارض دي تستخدمها ازاي. يعني انا ممكن تكون حضرتك بتزرع امبارح ومحتاج اللي كنت بتزرعه امبارح تزرعه لسه الاسبوع الجاي. ده مهم جدا. ان مين اللي هيطلع التوصيات ديت؟ هي وزاره الزراعه والمراكز البحثيه التابعه ليها بالتعاون مع لجنه المبيدات، بالتعاون مع لجنه المخصبات. حتى المفروض ان احنا نشكل لجنه عليا لاداره هذا الملف في وزاره الزراعه تحسبا واستعدادا لمواجهه التغيرات المناخيه واثارها السلبيه على القطاع الزراعي. لان احنا عندنا حشره الحشد النهاردة وهي تسبب أضرار ل27 محصول، وأنا بقولش كلام، ده وفق إحصائيات قدمتها منظمة الأغذية والزراعة فاو، لكن العائل الأساسي ليها هو المحصول الرئيسي عندنا الذرة. أيوة الذرة الشمية. فمعنى ذلك إن إحنا مقبلين في ظل ظروف الأزمة اللي إحنا بنعانيها دلوقتي، روسيا وأوكرانيا وإحنا احتياجنا الكبير للمحاصيل الاستراتيجية والذرة واحدة منهم، فالمفروض ان احنا نستعد كويس جدا لهذا الموضوع، وبناء عليه
يجب أن تشكل لجنة عليا يمكن تبقى تابعة لمجلس الوزراء لإدارة ملف التغيرات المناخية وأثره السلبي على القطاع الزراعي عشان ننجو من هذه المشكلة. هذه فائدة أن يكون منظم المعارض علمي وله علاقة بعلوم الزراعة والبيئة والحياة، ليس مجرد تاجر وليس مجرد كوليكتور أنه يجمع شركات يأخذ منها فلوس ويعمل لها مساحات ومنصات تتبارى فيها لعرض أشياء قد تكون انعدمت صلاحيتها في ظل التغيرات المناخية المتسابقة. حضرات السادة المشاهدين، سأخذكم إن شاء الله بعد خالد أمين إلى جولة داخل هذا المعرض، الدورة 13 من معرض الوادي بالأقصر. هناك شركات عارضة ونقدم لهم الاقتراحات ونستمع منهم إلى رؤيتهم المستقبلية في صناعة الأسمدة والمبيدات وتربية الأصناف واستنباط الهجن من البذور. خليكم معنا. بشكر حضرتك يا أستاذ خالد. شكرا، شكرا لحضرتك جدا. أتمنى نشوف سعادتك على طول دوما معنا داعم إن شاء الله. بشكرك جزيلا. يلا بينا على المعرض.